أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها تمكنت منذ بداية العام الجاري من ضبط 6875 مخالفة حاجب رؤية أو ستائر بدرجة تضليل. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها استمرار جهودها في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية وتنظيم حركة مستخدمي الطريق حفاظا على سلامة الجميع. في خطوة تعكس الحرص المتزايد على تحقيق السلامة المرورية بمعناها الشامل، تمكنت الإدارة العامة للمرور منذ بداية العام الجاري من ضبط 6875 مخالفة حاجب رؤية أو ستائر بدرجة تضليل. الإدارة العامة للمرور مستمرة في رصد جميع المخالفات التي تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات، ورصدت في الآونة الأخيرة 6875 مخالفة حاجب رؤية ووضع ستائر بدرجة تضليل أيضا، وتصل العقوبة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوم. وتدعو الإدارة العامة للمرور الجميع بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وبعدم وضع حاجب الرؤية والالتزام بدرجة 30% من العازل الحراري باستثناء الزجاج الأمامي بدرجة صفر. السلامة المرورية محورها تعاون كافة مستخدمي الطريق واتباع الإرشادات المرورية، وهي هدف أسمى تعمل على تحقيقه الإدارة العامة للمرور على مدار الساعة.